هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، واقصد فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم ويوم السبت وعلوم القرآن، وضيفنا اللي بينورنا في كل سبت فضيلة الشيخ حمدي سعد، مدرس القرآن والقراءات بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، ويعني معلم القرآن والقراءات، وله أسانيد ويعطي أسانيد وله مؤلفات تعرضنا ليها بفضل الله تعالى في حلقه من حلقاتنا مع شيخنا. اهلا بيك شيخ، الله يكرمك، نورت. الله يحفظك. سيدنا، احنا يعني تكلمنا كثيرا عن اهل القران، وتكلمنا كثيرا عن صفات اهل القران، لكن في مساله مهمه جدا جدا بيجي لي اتصالات عليها وبيجي لي رسائل عليها ومحتاجه توضيح. بس قبل ما نقول الامر دوت، انا بس بنوه للمشاهدين الكرام اللي حابب يتواصل معانا وليه سؤال على لشيخنا فضيلة الشيخ حمدي يتصل علينا على الارقام اللي تظهر تبعنا على الشاشه، واللي حابب يتواصل معانا على الصفحه الخاصه هنرد باذن الله تعالى اليوم على بعض الاسئله اللي كانت جات لنا باذن الله تعالى. شيخنا، الموضوع بقى المهم جدا، ويمكن انا يعني بفضل الله تعالى ربنا اكرمني وكان في حلقه كامله لمده ساعتين وربع في الكلام عن هذا الموضوع، بس انا عايز اعمل المدخل بتاعه الاول. هو الموضوع خاص بالتغني والقراءة بالمقامات وكلام كده يعني، لكن احنا عايزين مدخلنا هو هل في اثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن التغني بالقرآن، وما هو التغني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني فضلت الشيخ أشرف يعني بيتحفنا بموضوعات يعني تمس الواقع. طبعا القرآن الكريم هو زينة في نفسه، القرآن زينة في نفسه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا أن نزين القرآن بأصواتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. جميل. طب ما في حديث ثاني، هل يتعارض يعني؟ هل الحديث الثاني هو نفس المعنى اللي هو ليس منا من لم يتغنى بالقران؟ هو نفسه يعني سياتي ان شاء الله. نعم، هو حديث صحيح. طبعا هذا ياذن معنى الاستماع. نعم، قال تعالى: واذنت لربها وحقت، اي نعم، استمعت وحق لها ان تستمع. نعم، فالله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى يحب ان يسمع القران من الأصوات، أصحاب الأصوات الندية. نعم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم خص الأنبياء في هذا، يعني لم يأذن، ما أذن لنبي، خص الأنبياء لأن الأنبياء أحسن الناس صوتا. نعم. وأكملهم خلقا وخشية لله عز وجل. نعم. يعني أحسن الناس أصواتا وأكملهم خلقا وأتمهم خشية، ذلك ذكرهم. لكن لو قرأ القرآن أي أحد يقرأ القرآن فإن الله عز وجل يأذن له، يعني يستمع له. الله، جميلة جدا دي. نعم، يعني مطلوب من كل واحد فينا أن هو يستحضر أن رب العزة. نعم. يسمع لقراءته للقرآن. نعم، لو لم يسمعك إلى الله لكفى سبحانه. نعم. وتعالى يعني سبحانه. يعني ليس شرطا أن يسمعك أحد من الناس، ولكن النية لها دخل في الموضوع. يعني لو أنك تحسن صوتك من أجل أن يحب الناس، يحب الناس القرآن من أجلك. نعم. يعني بسببك، يعني يحب الناس القرآن بسببك، فدي نية طيبة جدا، أن أنت يعني أنت بتقربهم إلى الله عز وجل. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لأبي موسى الأشعري عندما يراه يقول له: ماذا؟ ذكرنا ربنا يا أبا موسى.
الله. يعني كان بيشوفها بموسى، كان يعني في ناس تشوفها تذكر الله عز وجل، نعم، يذكروك بالله. فكان سيدنا عمر وهو امير المؤمنين نعم. يقول لابي موسى ذكرنا ربنا يا ابو موسى، فيجلس ابو موسى ويقرا القران، جميل. وعمر يبكي حتى يسمع له نشيد من كثره البكاء، صوت اي صوت عالي، صوت نعم. عالي من البكاء نعم. وهو ما هو من هو سيدنا عمر مبشر بالجنه وثاني الخلفاء الراشدين والفاروق والفاروق نعم. اي نعم. فهنا طبعا ايضا في اثار اخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القران باصواتكم. اه جميل. يعني هو مش محتاج زينه، لكن يكون الصوت الحسن مع القرآن الأداء الجيد، فهذا يعني له وضع ثاني. أنا ليا مداخلة مع حضرتك فضل. في الكلام دوت، يعني دلوقتي حد بيسمعنا صوته مش حلو، مش نادي، صوته مش جميل، نعم، لكنه حافظ القرآن ويؤم الناس في الصلاة ويصلي بالناس ويحفظ القرآن كاسمه ويقرأ القرآن قراءة صحيحة كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. طب ده هيزين ازاي؟ ما هو يعني هل يزين ديت معناها ان هو يضبط الأحكام ويضبط القراءة، ولا يزين يعني يحسن الصوت؟ ما انا صوتي كده، يعني صوتي ايه؟ صوتي اما انه يكون حسن او يكون اقل. هو يعني لو توفر فيه في اصحاب يعني واحد صوته مش مقبول، يعني على قد الحال مقبول، نعم، يعني ماشي، نعم. لكن لو قرأ القرآن كلام الله عز وجل يزيده حسنا وبهاء وجلالا، دي حاجة. ثاني حاجة لو انه قرأ القرآن بالاحكام بيزيد بالقران، ايه طبعا ايه، وهو يزيد القارئين حسنا، نعم، ولا يعود اللسان اللحن، نعم. انا زي ما قال ائمه التجويد يعني، نعم. ف اول شيء ان هو بيقرا كلام الله، نعم. ثانيا انه يقرا بالاحكام، نعم. ثالثا وهو الاهم جدا جدا، من يقرا القران تحسبه يخشى الله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس صوتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. يعني تحس إن قراءته يعني القرآن واصل إلى القلب، يعني تصل أصلي وراه يصلني إلى قلبي وأشعر به تصل وأشعر بمعانيه من خلال القراءة. نعم، يعني في قراء من مشاهير القراء الكبار أصحاب الأداء الجيد صوته متواضع، يعني مش مثلا صوته حلو لدرجة إن يجذبك، لكن مع جمال إخلاص لله عز وجل القراءة. مع الاحكام المنضبطه تحس ان انت يعني يملك عليك اقطار نفسك، نعم، وياخذ بتلابيب قلبك، يعني بحس ان انت هو فعلا يعني خلاص انت ما عادش يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى نفي ذلك ذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هو القى السمع لانه شعر بايه؟ حلاوه القران، نعم، وبهذا الصوت، وان كان ليس إيه صوتا ايه حسنا لهذه الدرجه. ولكن تأمل شيخنا الحبيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، قال في آفة يعني منتشرة. طبعا هو صاحب الصوت اللي هو متواضع ده لو أنه قلد أصحاب الأصوات الندية ليس فيها شيء، ولكن لا يتخذ ذلك ديدنا، يعني عادة، هو كلها مثلا تسمع فلان يقول اه ده بيقلد الشيخ فلان، أو هو صوته زي الشيخ فلان وخلاص. يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ليس بأصوات ايه؟ غيركم. نعم. لأن أنت ممكن صوتك أصلا صوتك نفسك يؤثر في غيرك دون أن تشعر. لكن التقليد ربما يكون أنا كأني بسمع الشيخ التاني فأنا مش حاسس برضه ده شيء، ده شيء. الشيء التاني أن هو زي ما تقول ايه؟ بيحاكي الشيخ ويقلده، زي ما يقولوا حذو القذة بالقذة، يعني ايه؟ وراه وقف وقف قبيح معاه. مثلا يعني طلع هنا بيطلع طلع معاه نزل معاه. يمكن الشيخ ده اصلا بيقرا على اوتار الموسيقى والالحان والهيصه ديت وهو شغال. ده موضوع تاني هنتكلم فيه. ده شغال معاه. نعم. لكن عندنا ائمه القراءه والاداء اصحاب اصوات ناديه، اصحاب اداء منضبط، نعم، فيعني كيف نقلد غيرهم ونتركهم؟ حضرتك يعني هو يقول انه من العجائب والعجائب جمات قرب الحبيب وما اليه وصوله كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. انت عندك المشايخ الكبار عندك اسمع، عشان ملكه السماع بتكون يعني اداء جيد.
يعني هو بتخرج بعد كده كانها داخله مصنع وتطلع الله يفتح عليك. يعني كثره السماع مهمه جدا، بالمكنه. غير ما انت ما تكون بتسمع يعني اداء اي كلام بس صوته حسن، تمام. فتكتسب هذا الاداء اللي هو غير جيد. سيدنا جبير بن مطعم يقول صليت، او يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب، كان بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع في صلاه المغرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا سوره الطور، فقال فما سمعت صوتا احسن منه صلى الله عليه وسلم. حضرتك الروايه الثانيه بيقول فكادك قلبي ان يطير. طب حد يسمع فلم يسمع النبي وقلبه ما يطيرش؟ اللهم صل على اللهم صل. بيقول فلما بلغ قول الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الى قوله المسيطرون، نعم خزائن ربك ام هم المسيطرون، نعم، قال فكاد قلبي ان يطير. هذا يدلك على ان الصحابي هذا كان يسمع القران ليس باذنيه، قلبي يعني مباشر، نعم، يعني دخل قلبه مباشر. فطبعا ومن كما تفضلت يعني مين اللي بيصلي؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تخيل الواحد ما بيصلي في المسجد النبوي مثلا ولا شيوخ المسجد النبوي بيبقى طاير من الفرحه، فكيف لو انك تصلي خلف نبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. بس احنا ياخدونا هنا في تعريف العلماء للقران، قالوا القران هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في تعريف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القران الله بقلبه، عليك الله يفتح عليك، ولم يستقبله بالاذان كما يعني الا من رحم ربي كما يعني عليه الكثير. سبحان الله. ولذلك هو دليل على ذلك ان كان يتلقف الوحي، نعم، من اجل ان يحفظ. فده يعني حب وتشوق الى القران. دي نعم. المشكله ان احنا عازفين عن القران ليه؟ لان صددنا عن القران بمعازف الشيطان، نعم، والعياذ بالله. ونتكلم عن معزف الشيطان. بس انا بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا لم يتغنى بالقران، نعم، كثير من الناس بيفهموا بشكل خطا، يعني ليس منا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فلان ليس مني لانه لم يتغنى بالقران. طيب ارد على حضرتك. طيب اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. فيه حديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم، اللي هو حضرتك ذكرته، ليس منا من لم يتغنى بالايه؟ بالقران. في رواية يجهر به. ده. قال ابن الوردي فقلت لابن أبي مليكة، نعم، يا أبا محمد أرأيت إن لم يكن حسن الصوت، يعني واحد كده يعني إيه صوته على قد حال متواضع يعني، قال يحسنه ما استطاع. على قدر الصوت. على قدر الصوت. ما أنا بقول لحضرتك سماع الأصوات الحسنة، نعم، بيولد ملكة. فاما بيسمع الاصوات الحسنه هو بتاثر بيهم فبيحاول يقلدهم. طبعا انا قلت ليس لا يكون ديدانا له، يعني يعني هو يريد ان يحسن ايه صوته بالقران مع الاداء الجيد. لكن طبعا حسن الصوت ملكه وموهبه. ما انا بتكلم عليه يعني ليس منا اصلا، يعني كده الحديث يقلق شويه. يعني انا مش ممكن اقول انا يعني انا طبعا يعني لسه شرحت الحديث، لكن انا بستشعر برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يطبق الاحكام التجويديه من غنه ومد وادغام الى اخره في القراءه. ليه بقول لحضرتك كده؟ لان انا بالنسبه لي الغنه بتعمل جمال الصوت. الله افتح الله عليك. المد صح صدق بيعمل جمال الصوت. أيوة. الاحكام التجويديه من ادغامات واخفاءات، أيوة، ده بيعمل جمال الصوت. انا قصدي اقول الاحكام التجويديه هي التغني بالقران. الله يفتح عليك. ما هو انت حضرتك ذكرت الغنه نفسيه. انا بسمع والله احيانا اسمع طلاب عندي الغنه عندهم تهز القلب، يعني نعم، صوت الغنه نفسه بيجيبها نعم بجمال معين، نعم، وصوت المدود، نعم، ايضا. فهو يعني هو يعني يبذل قصارى جهده في انه هو يقرا القران بصوره صحيحه واداء جيد، سيكون ان شاء الله يعني صوته هيتحسن. يعني كم من اناس كانوا يحفظون الاغاني، فلما تاب الله عليهم وامتلا اصبحوا يعني امتلات قلوبهم بالقران، اصبح يعني هو نفسه صوته تحسن، يعني صوته نفسه تحسن بالقران، لان ده ده, ده ده كلام الله عز وجل. نعم نعم سيدنا. طيب سيدنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على بعض الصحابة في موضوع جمال الصوت؟ طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذوقه عالي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من أصحاب الأصوات الندية، نعم. وكما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون اللي هو الحديث ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه
طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل. قال صلى الله عليه وسلم: إني يحب أن أسمعه من غيري. الرواية الثانية: إني يحب أن أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود إلى أن وصل في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحس وشعر أنه سيكون شهيد على الأمة، شفيع الأمة، وأيضا أهل القرآن يعني هيكونوا شفعاء وهيكونوا شهداء. لذلك هو استشعر ذلك فبكى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن صوت ابن مسعود رضي الله عنه من أدائه الجيد، فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع من أبي موسى الأشعري. يعني في ذات مرة كان أبو موسى يقرأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، وأبو موسى مش شايف الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ففي تاني يوم بيقول له إيه: لو رأيتني يا سيدنا النبي وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لو أعلم أنك تسمعني. سيدنا أبو موسى الأشعري. الأشعري نعم. والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. نعم. هي المسألة هنا خدوا الجماعة اللي هم بيقول لك يعني إيه تحسين الصوت والأشياء دي زيادة عن الطبيعة جائز بدليل الحديث ده. نعم. لحبرته لك تحبير. نعم. التحبير هو الزيادة عن الإيه عن الأصل. طب ما هو سيدنا أبو موسى كان بيقرأ، لكنه قال للنبي: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته، يعني لزدت صوتي حسنا. يعني معنى كده إن إحنا إيه ممكن يعني صوتك ممكن تحسنه، بس هل تتنغم به؟ هل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعه بس، ولا ده لا عشان أول حاجة عشان ربنا يسمعه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الشرف العظيم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع. نعم. هذا شيء. سيدنا سالم بن ابي حذيفه، سالم مولى ابي حذيفه، كان حسن الصوت، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون ان يسمعون صوته. بل ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسمعنه يعني كثيرا. فذات مره سيده عائشه رضي الله عنها تاخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها يعني أين كنت؟ قالت: كنت أستمع لقراءة صاحبك. تبالك معي؟ نعم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بها، هي عايز يشوف هو مين؟ مين صاحبك؟ يعني سمعت لصاحبك؟ وقالت: ما استمعت لقراءة مثل قراءتي. نعم. يعني من جمال الصوت. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لقى مين؟ سالم مولى أبي حذيفة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي قال الأول هذا سالم مولى أبي حذيفة. عايز أعرف عائشة رضي الله عنها إن ده مين. ده مين. تخيل بقى لو زوجتك اتأخرت عنك هتعمل إيه؟ الإنسان لازم يكون صاحب خلق حسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنت كنت فين؟ أول حاجة طيب أنا كنت في الحتة خلاص راح رايح يقول لك اسمعي حد تسمعي القران يعني يعني ده في ناس يقول لك ده مفتون ده النساء مفتونين بصوت فلان. نعم. ما انت عايزين متفتنوا بالغناء مثلا. نعم. سبحان الله. فذهب فقال هذا سالم مولى الحمد لله الذي جعل من امتي امثال هذا. ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع الاشعريين عموما، يعني مش ابو موسى الاشعري فقط، كل الاشعريين كل الاشعريين كان عندهم اصوات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه: والله اني لا اسمع رفقه اصوات الاشعريين بالليل، اني لا اعرف منازل الاشعريين من ايه من قراءتهم بالليل، وان كنت لا اعلم منازلهم بالنهار. يعني هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما يعرفش هم ساكنين فين، لكن كان يعرف منازلهم بالليل، لان القراءه صادره من بيوت الأشعريين. نعم. وإذا تأملت سيدنا الواقع الآن، يعني أنت ممكن حضرتك تمشي في شارع تتابع مسلسل وأنت ماشي، المسلسل شغال في جميع البيوت. لا لا ما طبعا يعني لا لو أنت طبعا أنا متابع مسلسلات ولا شيء، لكن
البيوت كلها معظم البيوت مشغله المسلسل، وتلاقي الناس اول تسمع وتسمع وانت ماشي في الشارع تسمع. نعم. طب ده هؤلاء كانت القران بينبعث من بيوتهم. نعم. واصواتنا دي يعني لا دلوقتي خليه نحل. لو صوت طلع من بيت وانا معدي وسمعت صوت القران يبقى في ميت. الله يفتح عليك. يبقى هو هنا ميت. حال. ده هنا ميت. من مات في هذا البيت. ايوه سبحان الله، كانه مرتبط بالموت. نعم. يعني طبعا كان بيسمع سيدنا النبي، كان يحب ان يسمع ايضا من سيدنا ابي بن كعب، بل ان سيدنا ابي بن كعب جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يأمرك. الله، شوف الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. الله، ان الله والله ان تقرا سوره البينه على ابي بن كعب. سيدنا ابي عادي ظل يبكي. يعني سبحان الله. اسماني يا ربي. فيقول يعني اسماني لك. نعم. يعني هو سماني كده بالاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سماك لي. نعم. فجعل ابي يبكي. يعني سبحان الله، يعني تخيل انت يا شيخ اشرف لو ذكرك احد العظماء، يعني 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 مش هتكون مسرور وسعيد جدا طبعاً. فما بالك بان ملك الملوك سبحانه وتعالى ينص على احد باسمه، وهي كمان ايه ده هو النبي اللي هيقرا عليه. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقرا على يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا على فلان. يعني شوف العظمه. الامر يعني العظمة عظيم جدا. فسيدنا الامام النووي بيعلق على الموضوع ده ازاي؟ فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الموضوع ده فيه منقبه شريفه لابي بن كعب. نعم. لم ينلها احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص بص، هو يعني تفرد في هذا الامر. نعم. ثانيا، امر جبريل عليه السلام، امر الله عز وجل لجبريل، وامر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا ابي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تعليم للامه ان تاخذ القراءه على اهل الاتقان والفضل. يعني السماع، السماع من اهل الاتقان. السماع من اهل الاتقان. والقراءه على اهل الاتقان، القراءه عليهم والسماع عليهم. هو سيدنا ابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم نعم. والنبي سمع منه ايضا يعني. ومن افضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا. طيب، ده يدلك على انك ايه كمان؟ على انه ينبغي لطالب العلم ان ياخذ على من هو اعلى منه، ومن هو ادنى منه على من هو مثله، ولا يتكبر. الله. لانه يريد بعلمه وجه الله عز وجل. جميل النتيجه دي. اي نعم. يعني انت حضرتك يعني ممكن تكون انت اعلم مني في مسائل كثيره جدا، لكن انا اتميز عنك في حاجه معينه مثلا. خلاص طيب، ايه المشكله ما تاخدها مني وانا اخد منك ونقرا على بعض. لان هي اصلا المساله هي عباده، اول ما فيها عباده. الموضوع ما بقاش كده خالص. الموضوع بقى فيه تعالي في وتفاخر. نعم. وانت سندك عالي ولا نازل؟ لا، ده يتصل بحضرتك حد يقول لحضرتك، يسال حضرتك بينك وبين النبي كم من الرجال؟ وانت جاي تسال على الرجال وجاي تعلي. والله لسه واحد بيقول انا عايز عايز اعلي سندي. قلت له طب قول انا عايز اقرا واتقن اتعلم. لكن انت جاي بالذات، قلت يا عم انا راجل متواضع، شوف بقى في اعلى مني، انا واخد على واحد عالي سند عالي، روح خد عني، يبقى انت عليت عني كمان. بقيت زي يبقى كذلك برضو يؤخذ من هذا البكاء والسرور للفرح. يعني الانسان لما يكون في نعمه بيبكي من الفرح. نعم. انت بالي حضرتك برضو التنبيه على جلاله ابي بالذات واهليته للقراءه، وقد اصبح ابي راسا في القراءه بعد ذلك. نعم. ومن كتاب الوحي اصلا كمان، كان من كتاب الوحي. نعم. يعني تخيل بقى يعني واحد زي ابي ده، يعني سبحان الله كان شكله ايه، ولا كان سبحان الله اللي ربنا بنص عليه ده. وكمان سيدنا زيد بن ثابت، عندما زيد بن ثابت ده موضوع تاني خالص، استخدمه الله في يعني جمع القران في عهد سيدنا ابو بكر وعهد سيدنا عثمان. يعني جهد سيدنا زيد بن ثابت طبعا سياتي بعدين جمع القران. نعم. في جمع القران تنوء الجبال بهذا الامر، يعني يعني الجبال نفسها تكيل. هو قال هذا، قال والله لو طلبوا لو امروني بنقل جبلي من مكان الى مكان لكان اهون علي من جمع القران في اهاب واحد. الله اكبر، الله اكبر. بس سيدنا نعم اتفضل يا سيدنا. انا بس عايز اسال بقى عن حاجه ثانيه، يعني عن حكم تقليد المشايخ. هو بس حضرتك هو يعني اول شيء هي درجات يعني. نعم. أول شيء الأصل إن أنا أقرأ القرآن بصوتي. تمام. يعني أذكر يعني مرة كنت أصلي بالناس في التراويح
وكنت يعني اول مره اسمع الحذيفي، وكنت صراحه حابب ان انا يعني ايه، فانا قلدته تأثرت انا قلدته لدرجه ان واحد بيقول لي هو الحذيفي اللي بيقلدك ولا انت اللي بتقلده؟ ما شاء الله. فالمهم المهم بعد الصلاه علمني درس بصراحه. قال لي يا شيخ حمدي انت اسمك ايه؟ قلت له حمدي. قال وهذا الذي تقلده اسمه علي الحذيفي. فقال احنا عايزين نسمع حمدي. قلت له والله ربنا يجزيك خير، احاول ان انا اجيب صوته بقى، لان انا يعني ايه خلاص خلاص نسيت صوتي اصلا. نعم. ففعلا بدات فعلا اجيب صوتي الطبيعي. لكن حضرتك ماسك الحذيفي بس؟ لكن لا لا طبعا انا كنت بحب اقلد الشيخ عبد الباسط. يعني حضرتك زي انا كنت كان سؤالي عن جدا يعني عن حكم من يقلد اصوات كثيره، يعني ممكن ياتي بالشيخ فلان ثم ياتي بالشيخ فلان ثم ياتي بالشيخ فلان، وانا صادفت كثير من اخواننا اللي هم بيقلدوا، وانا كنت حابب ان ده يعني ناس تسمع الاصوات. ما هو لا باس بشرط ان لا يكون ديدنا وعاده، ده شيء. نعم. ثانيا ان يكون الذي يقلده متقن جدا، يعني بص حضرتك انت ممكن تقلد مثلا الشيخ الحسني. نعم. كده ولا ما تقلد فلان من الناس اللي هو ليس عنده اداء ولا حاجه خالص. تمام. يعني تقعد تسمع صفحه مثلا تعد فيها اخطاء في الوقف والابتداء، اخطاء في الضبط، في الـ في الـ في الـ اخطاء في التجويد، في الاحكام. والشيخ الحصري لا حصر له يعني. نعم. انت مثلا تسمع ختمه للشيخ الحصري ولا هفوه ولا نعم. شيء خالص. يعني نعم. حاجه كان الله عز وجل يعني ارسل ملائكه تضع القران في لسانه وفهمه ليقرا. عليه رحمه الله. رحمه الله عليه وعلى ائمه القراء جميعا يعني. وانا بس اريد ان انا المح الى شيء، بعض طلاب العلم ربنا اتاه يعني علم وخد اجازات وبتاع، يقوم يطعن فين؟ في الرؤوس اللي في الرؤوس في في, في, في الائمه دول. يقول لك انا مطلع للحصري كم غلط. ياه ايه يا ابني ده؟ من انت؟ من انت حتى تطلع يعني تستخرج لاخطاء لفلان؟ سبحان الله يا اخي. حتى لو ان الشيخ عنده خطا مثلا، ما تستر عليه يا عم، ده انت ما تطعن في مثل هؤلاء ماذا بقي للناس؟ يعني الناس مش هتكون في ثقه بقى يسمع مين. يبقى هنا برضو الواحد يخلي باله من المساله ديت، ان هو لسانه يكون عفيف. اذا كان الله قد اتاك علما فاحمد الله عز وجل واطلب المزيد، ويعني تعلم من هؤلاء الائمه. طبعا نعم. الشيخ ده بقى ده موضوع كبير جدا، ده محتاج حلقه يا سيدنا. نعم. يعني كثير نعم. من الناس دلوقتي يطعن في قراءه المشايخ ويتكلم عن المشايخ. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الذين افضوا الى ربهم يعني، فدي طامه يعني، ده انتشر كثيرا يعني، نسال الله العفو والعافيه. سيدنا عايز انتقل بقى للموضوع موضوع يعني موضوع السؤال اصلا بس بس قبل برضه بس موضوع الحلقه يعني. نعم. اللي هو الكلام عن المقامات والتغني والفصل الفرق بين الاثنين. لكن في بدعه نعم ابتدعها القراء وهي محرمه شرعا، وده موجود في كتب التجويد، منها الترقيص والترعيد والتحزين وغيرها من الـ من الـ من الـ الـ يعني الاخطاء او البدع التي تصاحب الاداء القرآن. نعم. هو يعني قبل ان نتكلم في هذا الامر. نعم. وطبعا انا بس عايز المشاهدين او الاخوه اللي يسمعونا والاخوات يميزوا بين التغني بالقران وقراءه القران بالمقامات. يعني تعمد قراءه القران، يعني انا ممكن يعني اقرا، انا اللي يسمعني يقول انت بتقرا بمقام كذا. نعم. وانا والله لا اعرفه ولا اتعمد ان اقرا به. ربما يوافق قراءه حضرتك توافق مقام معين في موضع معين في يعني بتقرأ. شيء بس الطبيعه السليقه كده جايه كده. نعم. بس نريد ان نلمح يا شيخنا ان القران العظيم هذا، قراءه القران ثم تحسين الصوت بالقران ثم الخشوع في قراءه القران، تتنزل السكينه بسبب، يعني السكينه تنزل من الله عز وجل. نعم. يعني كما تعلم حديث سيدنا وسيد بن حضير لما كان بيقرا وكان ابن يحيى جنبه والفرس جنبه، فبيقرا تجول الفرس يسكت الفرس، فقال خشيت على يحيى، انا وفي كل هم وخشيت خايف على ابنه. فيقرا فتجول الفرس تسكت الفرس. فطبعا ثم هو راى مثل الظله والمصابيح نازله من السماء، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيحكي له عن الموضوع ده. قال اقرا ابا حضير، والله لو ظللت تقرا الى ان اصبحت
لكانت الملائكة يراها الناس عيانا. الملائكة هتنزل كان ايه؟ هتنزل المصابيح، وكان المصابيح دي وقال له في انا قال له اما لو انك مضيت لرأيت العجائب. فالمعنى ده المفروض المسلم يستشعره لما يجي يقرأ القرآن عز وجل، يعلم انه يناجي الله عز وجل. فانت لما تناجي ربنا هتستحي ان انت تقرأ غلط. نعم. اما تناجي ربنا سبحانه وتعالى هتستشعر الخشية. طب يعني انا ممكن اقرأ يا سيدنا، ممكن اقرأ بالمقامات بالسيكا والنهاوند والبياتي، انا محفظهمش كلهم يعني، بس بسمع كده يعني. نعم. ماشي. وممكن اقرا بيهم بهذه المقامات وما ما ياثرش على الاداء القراني ولا على الاحكام التجويديه ولا حاجه؟ ما ياثرش. انا بسال يعني، بقول لك ممكن حد يقول لك. انا بقول لحضرتك على حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. اولا المساله ده يعني تقعيد معين. تحسين الصوت اللي ذكره ابو موسى اللي هو لحبرته لك تحبيرا، ليس ذلك معناه انني اخرج عن احكام التجويد. تمام. انت بتقول لحضرتك ان هو يقرا منضبط باحكام التجويد. نعم. هذا في الواقع مش موجود، مش موجود بصراحه يعني. يعني مش موجود يعني. واحنا بنسمع، احنا لما يكون احنا بنسمع الناس اللي بتقرا بالمقامات لابد ان يخطئ او يشبع حركه فيولد حرفا، او ياتي بالمد اللازم بثلاث حركات او اربع حركات، لان يعني المقام حسب المقام مش يقول لك ما يسمحش. او المد الطبيعي يمده خمس ست سبع ثمان حركات وهو عند الوقف عليه، بسبب ان المقام محتاج قفله معينه. محتاج قفله، او المشكله في القفله دي كمان يعني، هو القفله نفسها في القفله بتضيع احكام يعني. مثلا يقول لك مثلا ما تيجي في عند مثلا مد عوض لازم بزوده عن عن حده. نعم. خدت بالك من حضرتك معايا؟ بل ان بعض القراء ينقص الحرف فيكتب بحركه بس. يقول لك ان الله كان عليما خبيرا خبيرا. راء ديت انت جبت فتحه فقط. جاب حركه لكن ما جابش الحرف المد. سميعا عليما. المفروض انت تمد المد يبقى ما في واحد يقول لك عليما كده مثلا. مثلا اعتبار يعني. ما هو القفله بقى زي ما قلت. القفله. القفله. طيب عايزين بقى نقعد الموضوع دوت ونتكلم فيه عشان يبقى فيه اصول وضوابط معينه احنا بنضعها او العلماء وضعوها من اجل ان انا عندي اسئله كتير جدا في هذا الموضوع. الموضوع ده نعم. لو تسمح لي بس يعني اسال حضرتك سؤال. هل المصحف المجود هو المدخل للمقامات او القراءه بالمجود؟ قراءه بالقران المجود. ايوه، اللي هو يسموه احنا عندنا مرتل ومجود، والاصل في القران ان يكون مرتلا مجودا. نعم. هو يعني القراءة بالتجويد الذي يعني يقول لك مثلا فلان يقرا المصحف المجود ختمه بالختمه المصحف المجود، ده من ضمن التحقيق يعني. هذا تحقيق اللي هي قراءة التعليم. قراءة التعليم اللي اعتدنا فيها، اللي هي قراءة المصحف المعلم للشيخ بس في فرق بين سيدنا يعني شيخ المنشاوي والشيخ الحوصري وكثير من شيخ الأئمة الأكابر ليهم المصحف المعلم، يختلف تماما عن قراءة المجود لا حتى حضرتك في المحافل وفيها حتى يعني. حضرتك هم ما بيجودوا اصلا قراءتهم بتبقى منضبطه جدا. نعم. في غايه الانضباط يعني. لا باس ان انت تسمع القران المجود، بس ما بيقالش عليه مجود يا سيدنا يعني. انا حابب ان اوضح بس الصوره. يعني يقال هذا مصحف معلم وهذا مصحف مجود. احسنت. يعني هو المعلم مثلا زي الشيخ الحصري مثلا ما بيقرا ببطء عشان يعلم. تمام. يعني بقصد التعليم. تمام. ده مقام تحقيق. تمام. ايضا الذي يقرا بالتجويد بيزود شويه، هو يعني ايه بيتنغم اكثر. تمام. هذا له ضوابط يعني. هو مباح ان انت تسمع، لكن مش اي واحد يقرا به يعني. مثلا حضرتك ليه ضوابط معينه. مش اول حاجه ان انت لا تخرج عن احكام التجويد يعني باي حال من الاحوال. ثانيا الا تشبع الحركات. اشباع الحركات ده موضوع كتير جدا. اشباع الحركات ويولد حرف من الحركه اللي اشبعها، اللي هو زي مثلا ان الذين امنوا يئين يعني مثلا. نعم. مش ان تمت تمت تتغنى في الغنه. نعم. انت رايح تمد لي الهمز الكسر عشان تولد ياء. تبقى حضرتك فديت عايزه مهاره كبيره جدا في الاداء وانضباط في الاحكام، بحيث لا تخرج عن الايه
عن الأحكام التجويدية وضبط القراءة. وضبط القراءة. نعم. تمام. طيب الألحان القراءة بقى يعني احنا كنا سنة التغني. تمام. فكنا دلوقتي عن التغني وبينا التغني كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابة كيف كانوا يحسنون أصواتهم صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أنا بتكلم دلوقتي حضرتك على موضوع القراءة بالمقامات، هل هي دي التغني ولا عايزين نعرف الفرق بينهم بس؟ ما أنا هقول لحضرتك. القراءة بالمقامات، تعمد القراءة بمقامات الموسيقى، يقول لك فلان بيقرأ بمقام سيكا أو نهاوند أو زي ما أنت ذكرت حضرتك أو صبا أو كلام من ده، وتعمد ذلك والسير على أنغام الموسيقى والمقامات الموسيقية، هذا يتنافى مع جلال القرآن. إنما أنزل القرآن للتدبر. نعم. وللتفكر. نعم. يعني مش هتقعد بقى أنت تعزف لي عشان تعجب الناس، وغالبا ما بتكون فيها رياء كبير جدا، يعني مسألة الرياء والعجب داخلة فيها تقريبا 100%، يعني مش مثلا لا داخلة فيها تمام يعني. ولو ما قالوش الله وراه يزعل. ده الله عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ويقول له الله يا عم الشيخ. عم الشيخ يقول له الله يزيدك عم الشيخ. الله يزيدك عم الشيخ. فهنا القراءة التغني بالقرآن مباح. ولكن القراءة بالمقامات الموسيقية وتعمدها يعني جمهور العلماء على أنه لا يجوز. طيب حضرتك ده هم غيروا اسمها دلوقتي، ما بقتش القراءة بالمقامات الموسيقية، بقت القراءة بالمقامات القرآنية. ده دي مصيبة كبيرة. يعني هو غيروا المسمى. طب يعني مسمى كمان. اعتراض حضرتك ليه؟ معترض ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أو والله سميت يعني بعضهم قال لي هي ما اسمهاش مقامات موسيقية، هي مقامات قرآنية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بقت رسمي. لا بقول حضرتك ده في دلوقتي بعض الدول كمان، يعني في تسجيل موجود على اليوتيوب لحد كان بيقرأ القرآن بمصاحبة الموسيقى، فرقة موسيقية كاملة وبيقرأوا آيات من القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبرضه سمعت إن في دولة من الدول كانوا عايزين يعني يسجلوا القرآن كاملا بمصاحبة العود. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده دي جريمة، جريمة كبرى. المفروض هو لو أشعر بمعاني القرآن وتأثر بالقرآن ودخل قلبه لما فعل هذا ولا فكر في هذا أصلا. لأن ده يعني لما انصرف عن معاني القرآن وعن أحكام القرآن، أقصد الأحكام الشرعية. نعم. الأحكام الشرعية، ولم يعمل بالقرآن، لأن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. فجنح إليه الموسيقى والأغاني عشان يبقى يعني. طب وما الفرق بين أن يسمع القرآن بالموسيقى وأن يسمع أغاني؟ سبحان الله. هيقولك ده لا، ده كلام ربنا، لكن الأغاني دي كلام ربنا ينزه عن هذا. لكن هو زيادة تحسين الصوت نص عليه كثير من العلماء، زي مثلا سيدنا ابن حجر. نعم. والغزالي واحتجوا بإيه؟ احتجوا قال لك إن النصوص الواردة في تحسين الصوت اللي احنا ذكرناها في الأول ديت زي ما تقول إيه؟ أدعى إلى الاستماع وأوقع في النفوس حتى تنفذ معاني المعاني إلى القلوب، معاني القرآن إلى الإيه؟ القلوب. ده حجتهم يعني. خدت بال حضرتك؟ يعني أجازوها وأباحوها، خدت بال حضرتك؟ وقال ابن المبارك والنضر بن شميل، يعني ناس أكابر، وقال ابن بطال قال طائفة: والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. ترجيع اللي هو ايه؟ التنغيم في المدود. نعم. بس تنغيم في المدود غير الترعيد. لا غير الترعيد. لا انا ودي انا اقول لحضرتك والتحزين وهذه البدع التي سماها العلماء بدع، مش انا اللي مسميها بدع يعني، عشان هيقولوش ان انا بقول بدع. لا طبعا. لكن العلماء قالوا انها بدع. نعم. ذكرت لحضرتك ان ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب انه كان يقول لابي موسى: ذكرنا ربنا يا موسى. فيقرا ابو موسى ويتلاحن، يعني يحسن صوته. انت عايز تتلحن يعني؟ التلحن دي اللي احنا عندنا كلمه احنا عندنا لا اصلا. كده احنا عندنا يعني موسيقى. لا في لا في في, في مجتمعنا. لا. لكن كمان عندنا في 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 في, في الاصطلاح عندنا اللحن هو خطا. لا، هو يتناغم ويتغنى. يعني نعم. القرآن. نعم. فقال فسيدنا عمر رضي الله عنه استمع لما قلت لحضرتك وبكى وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. تمام. برضو سيدنا عقبة بن عامر كان حسن الصوت أيضا، وكان الناس تحب أن تسمع منه.
فقال له عمر، سيدنا عقبه بن عامر: اعرض علي سوره كذا. فعرض عليه فبكى عمر رضي الله عنه وقال: والله ما كنت اظن انها نزلت. ما سمعهاش قبل من كده ما سمعهاش قبل كده من جمال ايه؟ من جمال صوت. فالناس اللي قالت ان احنا تحسين الصوت والتنغيم بالقران اصل الاثنين ببعض، لكن هو بشرط الا يعني يكون في ترقيص، تحس ان واحد واحد بيرقص او ترعيد بيرعد الصوت، يعني كان عنده برد او حاجه، يعني ايه عشان يعني ايه يعني الهزه الشديده في الصوت ديت. لا لا في ممكن تكون طبيعي، يعني ممكن الواحد يكون طبيعه صوته. طب ده كم الف دول؟ ده كتير. الفات انا عايز برضه نوضح للمشاهد الكرام ان ده دي زياده في القران، زياده حروف لانه مش مد واحد. اي نعم، عدد بنود. فتعدى كم مد؟ فطبعا اللي اجاز القراءه بهذا، وناس اكابر كبار جدا يعني من الائمه الكبار اجازوا القراءه اللي هي التنغيم بالضوابط، يعني والتغني بالضوابط اللي هي اللي احنا قلنا عليها، اللي هو ايه؟ عدم مخالفه ايه؟ احكام التجويد. لا يخرج بالتغني بتاعه ده عن مقام القران اصلا. يعني احيانا تسمع واحد تحس ان هو يعني بتسمع مثلا مغني، مش مثلا واحد قارئ مثلا بيتدبر الايات ويعيش معاني الايات. لا، ده واحد تحس ان انت عايز استغفر الله العظيم، يعني ممكن تحصل لك نشوه ترقص. مش عايز اقول كده يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لا اله الا الله. بس سيدنا الحلقه اقتربت من الانتهاء ومعانا خمس كل مره وانا حابب في الخمس دقائق دول اتعرض لبعض الاسئله مع حضرتك. اتفضل سيدنا. دلوقتي حضرتك تنصح بايه، او تنصح يعني كل من يذهب للصلاه بل ربما يسافر من بلد الى بلد لسماع جمال صوت الشيخ؟ يعني في ناس كده يبقى ايه، يعني ممكن يسافر، ها هو ما يعرفش حاجه عن القران، بيسمع من الشيخ، بيسمع الاداء فقط، بيسمع الاداء، الاداء وجمال الصوت، لكن هو بالنسبه له ما بيعيش مع الايات، ما بيتاثرش بالايات، تاثره بالشيخ اكثر من تاثره. يعني مثلا كنت بستغرب لما الاقي اثناء صلاه التراويح والشيخ صوته جميل جدا والناس بتسمع، ما فيش تاثر بيها، يعني ما تلاقيش حد بيبكي، ما تلاقيش حد بيتاثر، بل تلاقي الرجاله عماله تلف على بعضها عشان بيطول الشيخ، بياخد جزء في اليوم. لكن لما الدعاء بيبدا يبكي بكاء شديد جدا، حاجه غريبه والله، يعني لم يبكي حضرتك من الاذى. لاحظت انا لاحظت ملاحظه خالص، شيء ملاحظ جدا. تلاقي مثلا القارئ بيقرا في الايات وعايش ايات الايات، فيها بتتكلم عن العذاب، تهز يعني تهز فعلا القلب، وتجد واقف كده سبحان الله ساعه الدعاء تلاقيه بكاء شديد، يعني يبكي وربما يغمى يغشى عليه. يعني والله واحد مره كان بيصلي قال لي اه يا انا يما، وراح اه يا انا يما وراح واجع. قال ليه يا ابني؟ اه يا انا يما تاثر يعني. طب سيدنا برضه سؤال سريع. اي نعم. بس سيدنا يعني ماذا تقول لمن يقرا في المحافل بجمع القراءات في الكلمه الواحده؟ لا، هو قلنا قراءه المحافل اصلا من اساسه قراءه المآتم، لكن لو تقرا في محفل اصل برضه خلينا نقول المحافل دي عشان اوسع الدنيا شويه. بس المحافل اللي لو انت بتقرا في محفل الناس طلبت، ما المحفل ده فيها المآتم يعني. لا، ما عشان بس نخلي الناس بس يعني ايه تعرف الفرق بينهم. يعني الميتم ده اللي هم بيجيبوا الشيخ عشان يقرا على الميت، نعم، ويعطوه ايه زي ما انت عارف. نعم. دي اصلا غير جائز شرعا. ليه؟ لان أو هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين اصلا في الحضارة. فدي اصلا من اساسه. طب خلينا في المحافل بقى، خلينا في المحافل في المحافل العامه. المحافل العامه الجمع الكلمه بالقراءات لو كانت من باب التعليم جائزه. اما من باب الاستعراض. استعراض، وكمان في حاجه ممكن تلبس على العوام. يعني فيه يعني تشويش على العوام. نعم. هو ممكن ما يعرفش بس سمعها الايه مثلا في سوره يوسف مثلا، وسمع الكلمه باكثر من قراءه. اي نعم. فيلتبس عنده ان القران فيه ده. اي الله يبارك فيك. او الروايه الواحده فيها يعني هذه يعني كان المختلفة. اولى به واجدر.
أن يعلم الناس القراءات ويجمع لهم، يجمع القراءات والناس تسمع منه عشان تتعلم منه، أو يعلم من يجمع القراءات. يعني طبعا احنا شيخنا يعني ايه لسه في مع الجماعة اللي هم بيقولوا جواز الايه، مع الجواز الجماعة اللي منعوا، أظن مش هنقدر شرف نعرض كلامهم الآن، لأن لا لا، خليها الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. اللي منعوا الكلام دوت وحجتهم في ذلك، وهنشوف بقى الترجيح والصح والكلام دوت. ربنا لكن يستر علي وعليك يا شيخ الكلام عشان نتكلم في هذا لا الأمر. الكلام عن المقامات نفسه يعني لا ده عن المقامات وعن المآتم، يعني حضرتك دخلتنا بقى في حتتين كده. لا أصل يعني لا هو ده هذا مهم الحق جدا احنا يعني، نوضح. يعني طبعا طبعا مهم نوضح إن شاء الله. يعني الإنسان لا يكتم علما، نعم، وفي نفس الوقت يعني هم مثلا الذين بتوع المعازي وغيره هم أخو يعني إخواننا أيضا، وإحنا نسدي إليهم النصيحة، لأن الدين النصيحة، قلنا من لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فإحنا أما إحنا بنتكلم في حاجات يعني لسنا أعداء لهم ولا إن إحنا بنشهر بهم، لكن إحنا بنقول إن إحنا يعني من باب النصيحة. من باب النصيحة نعم. بنصح. يعني مثلا كنت مرة في إحدى القنوات، عموما مش هذكر اسمها، أغلقت يعني، كانت عاملة مش عارف المزمار البلدي ولا الذهبي ولا حاجة زي كده. المهم فرحت، كان في أخ بيختم عليه فاضل له 5 أجزاء، فقلت أما أروح أسلم على الشيخ عبد الحكيم وعبد اللطيف والشيوخ دول، أنا كان نيتي أروح أسلم عليهم يعني. نعم. فالناس لما شافت الطالب بيقرأ عليا، الجماعة دول راحوا حاطيني، يا شيخ لقيتين اللي هيقراهم في البتاع أنا عايز تسمعهم مني. فبدأ كل واحد يعرض ما عنده، فسمعت بقى حضرتك يعني جهل كبير جدا في الأحكام، لا صوت بقى بيطلعوا وينزلوا وبتاع وشغل طالع طلوع ونزول الكلام دوت. فقلت له نصحتهم، قلت لهم يعني يا ريتكم ربنا اتاكم القران تعلمون القران للاطفال للناس وتقرؤونه بشكل صحيح كما قرأه النبي صلى الله صحيح. عليه وسلم. اي نعم. كان نفسي يعني اعرض لبعض الرسائل وكنت فاتح عليها، فخليها ان شاء الله باذن الله تعالى طيب في اللقاء القادم باذن الله. كل مره نوعد الناس فسامحونا ان شاء الله، لكن الحلقه والكلام مع شيخنا بصراحه ذو شجن، فمستمتع يعني. في نهايه الحلقه يعني بشكر ضيف الاستوديو وشيخي فضيله الشيخ حمد سعد، شكرا شيخنا جزاك الله خيرا، وبإذن الله تعالى مقدر الله لنا البقاء واللقاء والسبت القادم بإذن الله تعالى نستكمل الكلام ونفند بقى آراء أهل العلم وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. يعني بشكر شيخنا مرة ثانية، جزاك الله خيرا، كما أشكر كل من شاهد الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل ورأس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا عمر بارك الله فيه وفريق العمل معه. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء مع الورد القرآني واستكمال الورد القرآني، ويوم السبت مع شيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، واقصد فؤادك إنها النفحات.